الرد لمن يقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من البدعة إلى آخره. يا جماعة، الله قال في القرآن: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين شنو يستنبطونه منهم. ففي استنباط في الدين، والاستنباط ده يكون لأهل العلم يقرؤون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبطون ما يفيد الناس. والتوحيد كون يقولوا ثلاثة أقسام أو غيره، وبعضهم يقولوا على قسمين، الكلام ده مخالف الدين، ما داري يفهم الناس. يعني التوحيد كون يقولوا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الله قال في القرآن: الحمد لله رب العالمين، يبقى هو الرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى في القرآن: وإلهكم إله واحد، يبقى هو الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. وقال تعالى في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى عنده أسماء حسنى وصفات علا. فده ما بخالف القرآن، أخذوا من الآيات دي أن الله هو الرب، وأنه هو المستحق للعبادة، أنه الإله المستحق للعبادة، وأن له أسماء حسنى وصفات علا. وهذا التقسيم له فوائد، لأن بعض المشركين، لأن المشركين الأوائل كانوا يقرون بأن الله هو الرب، لكن لأنهم لم يفردوه بالعبادة كانوا من أهل الشرك. يا رب العزة والجلال قال عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال عنهم: قل من رب السماوات والأرض قل الله. فهذا يقرونه. وقال عنهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال الله تعالى عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. لكن ده كل ما دخلهم في الإسلام، لأنهم كانوا في العبادات بيصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ده سؤال طويل أو كبير، قال: ما هي أصول أهل السنة والجماعة، ومتى يخرج الشخص من منهج أهل السنة والجماعة، وهل إذا خالف الشخص في أصل أو الأصل هل يخرج إلى آخره؟ وده سؤال كبير جدا، وده براه يحتاج إلى محاضرة طويلة ومحاضرات. ونحن إذا قلنا أهل السنة والجماعة لا نعني بذلك جماعة معينة الآن موجودة أو حزب، وإنما أهل السنة الذين يلازمون السنة ويعملون بالسنة. والجماعة أي جماعة المسلمين، والجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وأصول أهل السنة كثيرة، من ذلك الإيمان بالله وبأسماء الحسنى وصفات العلى. ومن أصول أهل السنة الإيمان بالقدر، ومن أصول أهل السنة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأركان المعروفة الستة. ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والدفاع عنهم وعدم الخوض في أعراضهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على أئمة المسلمين إلى آخره. أصول كثيرة جدا، الذي يخالف في أصل من هذه الأصول هو من أهل البدع. طيب، والإنسان يخرج من منهج أهل السنة بأمور، منها أن يخالف في أصل من الأصول أو في مجموعة من المسائل، أو يثني على أهل البدع، أو ينتمي إلى جماعاتهم، أو إلى آخره من الأمور التي ذكرت. وإنت عشان ترتاح في المسألة دي خاصة بالزمن ده، في أربع أشياء: زول وقع في بدعة فتثبت أن هذه بدعة، دي بدعة، كالخروج على الحكام. الدليل على أنها بدعة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع للأمير، وإن ضرب ضارك وأخذ مالك فاسمع واطع، لحذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم. فدي بدعة واحد، تثبت أنها بدعة. اثنين،
تثبت أنه وقع فيها. الزول ده وقع في البدعة دي. ثلاثة يبين له. أربعة يصر على هذا الأمر فيكون مبتدعا. يبين له فإن عاد فهو مبتدع وإن لم يتب فهو مبتدع. أما الرد على المخالف في الملأ لا يلزم أن يبين له. يعني ما عشان أرد على زول وقع في خطأ في الملأ إلا أمشي ناصحه، لكن إذا أريد تبديعه فهو إذا انتسب إلى طائفة من طوائف أهل البدع فهو مبتدع، وإن خالف أصلا من أصول منهج أهل الحق فهو مبتدع، وإن وقع في بدعة وبينت له وعاد أو لم يتب فهو مبتدع. ده الجواب. والعلماء عندهم تفصيلات كثيرة جدا. الشيخ مقبل سألوه والشيخ زيد المدخلي وغيره تسجيلاتهم موجودة. هل التعاون مع أهل البدع يجوز؟ وهل يبدع الشيخ بذلك؟ التعاون مع أهل البدع، هذا السؤال دائما يراد به التعاون مع أهل البدع في مسائل الدين، وهذا لا يجوز في الشريعة لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية في صحيح البخاري، قالت لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو قالت تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. فما ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرك من ناس وانت تمشي تقول انا بتعاون معاهم في دفع من هو شر منه. يعني ما ممكن انا عشان احارب الشيعة اجيب ناس من اهل البدع واقول لهم اقعدوا معاي في الترابيزة ونرد على الشيعة. انا براي ارد على الشيعة، يعني الا اجيب دل براي كذا ارد على الشيعة وكذا، لكن اتعاون مع اهل الشر. ويأتي من يأتي من جهال الناس ويراك أنت معهم وهو يظن فيك الخير، فإذا رآك مع المبتدع ظن أن المبتدع على خير فيذهب إليه. حس الزول مبتدع، حسن ده مبتدع، أو قل هو زول فيه خير وأنا مبتدع ما يزعل. بعدين شنو؟ قول أنا مبتدع والزول فيه خير بيجي بدرس الناس، لما نيجي يقدمني انا يقول نقدم اخانا الشيخ فلان الفلاني ويذكرني انا على اني شيخ وانا زول كويس، او يذكرني انا حارب الشيعه وهو يحارب الشيعه. انت المستمع ده مش بتفهم انه انا زول كويس؟ لو ما كويس ما كان فلان شنو؟ قدمني. ولا انت لو جبته المبتدع ده جبته قلت له نقدم هذا المبتدع لكشف المبتدع الآخر وهم جميعا من أهل البدع ثاني تعال ناقشنا، لكن أنت بتقول للمبتدع ولا بتقول نقدم منه؟ ده أفهم ده أبسط شيء. نقدم الشيخ معناه ناسك ديل بيظنوا إنه الزول ده شنو؟ فيه خير. هو قال لك النووي رحمه الله في رياض الصالحين من أنواع الغيبة المباحة ذكر ستة أنواع، من ضمنها قال لو زول متفقه، زول متفقه مشى مع مبتدع، هنا بيجي التحذير. عشان كذا البربهاري رحمه الله تعالى قال: فإذا رأيت الرجل يمشي مع صاحب البدعة فأخبره، فإن عاد فاعلم أنه صاحب هوى
فعلم أنه صاحب هوى. عشان كذي الفوزان قال لذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء، لأن الله تعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون شنو؟ أهواءهم. وكثير من الناس وديل اللي بتسأل ديل، شفت اللي بيوجهوا الأسئلة دي أنا ما أعرف وجههم، لكن في الغالب ده بدور حول جماعة معينة الكلام ده، سواء كان الكاتب من هذه الجماعة أو أراد البيان للناس. وجيل الجماعة بعيني هذه هم فاهمين كلامي، ديل مش بيتعاونوا مع أهل البدع، ديل بيصنوا عليهم عديل مش تعاون. زول يقول لك كتاب ظلال القرآن كتاب جيد كتاب قيم جدا في مجاله جنى عليه كثير من الناس، ده سيحلوها شنو دي؟ ده ويطلع المنبر ويرود على الحاد وكلام طويل، نحن ما دارنا نكت المسائل دي ذكرناها في موضعها، لكن التعاون مع أهل البدع ما بجوز، حرام والله حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو؟ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، زول اللي عنده ريحة ده يبيع ريحة يدك هدية استفدتها، يا اشتريت منه استفدتها، يا في النهاية قال لك هاك جرب بديك دوسة كده في يدك، حتى لو ما اشتريت وما اداك هدية انت الريحة قاعدة في يدك مش استفدتها، مشيت منه تقعد تشمشم في يدك متكيف جدا في النهاية تستفدتها. لما جاء في جليس السوء قال كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة، زول شغال بينفخ في الكير وتخد السيخة يقلبها عتلة يسنى بالحديد بالنار، ده لما تقعد جنبه محل مسخنة بتجيك شرارة تقد لك هدومك، يا إما بتجد منه ريحة شنو كعبة في النهاية. طيب إذا كان صاحب المعصية جليس سوء فكيف يا صاحب البدعة؟ أخطر يا هذا المعصية ولا البدعة؟ مش البدعة؟ المعصية دي ما هو زول عارفة معصية، لكن البدعة دي قايلة حق، فده أخطر. وإذا كان صاحب المعصية جليس سوء فكيف بصاحب البدعة؟ كيف تجالس المبتدع وتماشيه وتأتي وإليه وتذهب إليه وتثني عليه وتضيع الشباب؟ الناس ذاته إنه اسم معين، ولك نحن جماعة كذا وكذا، ليتوا ما تبقوا مسلمين ساي، ولك للتمييز يا مولانا للتمييز، دار تتميز من منو انت؟ من أهل البدع. وطيب انت دار تتميز منه ولما سميت باسم ثاني جاي قاعد جنبهم ليه؟ تجد تقول ليه تعاون معاهم؟ ما بجوز والله حرام، ونحن فصلنا في مواضع ثانية وذكرنا التفصيل، ما بجوز حرام، مبتدع ده ما تعاون معاه، مبتدع ده زح منه بعيد، حذر منه قول هذا مبتدع احذروه عنده بدع.